حراك سياسي واجتماعي هائل وتطورات متلاحقة لا تدع فرصة لالتقاط الأنفاس منذ تفجر الثورة. التشريعات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة ربما تضعان الطرفين الأقوى تأثيراً، المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، في مواجهة بعضهما بعضاً. فالمجلس من ناحيته يرى أن الرئيس هو من يكلف شخصاً بتشكيل الحكومة، فيما الإخوان الذين ضمنوا الحصة الأكبر بين التكتلات من المقاعد البرلمانية ينحون في اتجاه تكريس هذه الصلاحية للبرلمان، رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى أن الجماعة قد لا تكون لديها أي رغبة في تحمل أعباء تنفيذية في الدولة ربما تؤدي إلى خسارتها في الشارع نتيجة الأزمات الكبيرة التي ستحاصر دون شك أي حكومة مصرية. حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، أعلن ترشيح أمينه العام سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان. الدفع بالكتاتني يوحي بحسب محللين بأن الإخوان يدفعون حاليا بأوزان ثقيلة قد تشي برغبتهم في تشكيل الحكومة، وإن فضل الإخوان عدم الزج بأنفسهم في الأمر فهم تبعا لمراقبين لن يتركوا على الأرجح للرئيس وحده مهمة اختيار رئيس للوزراء، وإلا شكل التعارض بين الجهازين التنفيذي والتشريعي مأزقا لهم بفقدانهم الفاعلية السياسية. هذه معركة، أما الثانية فتتعلق بالتشريعات. المجلس العسكري يرى عبر أجهزته الاستشارية تحديد مواصفات اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد تضم نحو 20% من الهيئات التشريعية المنتخبة و80% من النقابات المهنية والاتحادات ورجال الدين، الأمر الذي يرفضه الإخوان كما رفضوا سابقا فكرة المبادئ فوق الدستورية، وهي ما تزال معركة مؤجلة. مراكز القوى ومفاعيل التأثير في الحاضر والمستقبل تتغير باضطراد تبعا للقدرة على الإمساك بخيوط اللعبة السياسية المبعثرة في أكثر من يد، فيما الشد والجذب بين القوى المختلفة يزيد توتر المشهد السياسي المصري، والهدف الرئيسي ترسيم حاضر البلاد ومستقبلها. خالد عويس، العربية.